فبيجي يعني يحتاج يعني ضغط على الحكومة وعلى هيئة الحشد الشعبي لإعادة أهالي بيجي، حتى لو جزء يعني يصل إلى من 30 إلى 50% من المنطقة بيجي مدمرة، وإحنا سوينا قرار بالبرلمان إنه منطقة منكوبة. فلذلك يعني إذا رجعنا 50 ممكن تحيا بيجي شوية، يصير بها روح. اليوم بيجي ميتة يعني، منطقة مهجورة، إذا ما يرجعون أهلها ما تعمر. موضوع كركوك شو راح نحله؟ هناك يعني اليوم يعني انتم لازم تتحركون لا اليوم لا اليوم نتحرك. هو طبعا هو منطينا، نواب صلاح هو منطينا الشهر الواحد. لا اليوم هسه بدنا نبلش صحيح، بس هو منطينا اصلا، بس هذا تنبيه لقدام، بس هو منطينا اصلا الشهر الواحد. نامل ان شاء الله في بدايه شهر الواحد انه نسعى لعوده اهالي بيجي حسب المناطق، ونأملهم ان شاء الله بهذا الشيء. لا اهالي الى بيجي اهل بيجي يعني الى بدايه السنه ان شاء الله نأملهم نرجعهم حسب المناطق. نعم.